هذه الكرة أمامية سريعة. ماتيوس يعطي الكرة ممتازة بالعقب من جابرييل. كانت الكرة الماضية ولكن لم تمر. تعود الآن بأرضية ملعبه المميزة، أرضية ملعب المركب الرياضي. ماتيوس مرة ثانية، ماتيوس الكرة الآن عن طريق جابرييل على اليسار لصالح فريق الرجاء. محاولة قيادة أو محاولة الهجمة المرتدة والخطأ في الكرة الماضية على اللاعب جابرييل سيلفيرا. هذا جابرييل، كنت ذكرت بأنه لاعب أتلتيكو مانارينسي سابقا. طبعا عديد تقدم فريق الرجاء بهدفين حتى هذه اللحظة. كرة رأسية من على اليسار تعود لفريق تشابي كوينسي. مدارس كروية مختلفة شاركت في هذه البطولة، مدارس كروية مختلفة شاركت حتى الآن في هذه البطولة. سبعة فرق من قارة أوروبا، فريقان من قارة آسيا، أو ثلاث فرق من قارة آسيا وفريقان لفريق تشابي كوينسي. مرة ثانية ملعوب وسط أرضية الملعب، رأسية ممتازة لفريق تشابي كوينسي. ماتيوس نيكولا، نواحي بدنية كبيرة في هذه المباراة، احتكاك بدني كبير بين لاعبي الفريقين. يا سلام، لاعب انترناسيونالي سابقا، هذا برونو. أوه، مرت الكرة الماضية، مرت كرة جابرييل، عرضية برونو دا سيلفا ورأسية جابرييل مرت فوق المرمى الخارج. خروج خاطئ من حارس المرمى بوشعيب قد يشفي الكرة. لاعبين كبار، وهذا برونو يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. جابرييل يسجل الهدف الأول لفريق تشابي كوينسي. جابرييل سيلفيرا نجم فريق تشابي كوينسي يسجل الهدف الأول للفريق البرازيلي، هدف أول لفريق تشابي كوينسي. لاحظ معي برونو دا سيلفا، تمريرة مميزة، وجابرييل يسجل أول أهداف الفريق البرازيلي. فريق تشابي كوينسي، فريق الولاية يسجل الآن. فريق مميز، قد ينسي الجماهير بعض الشيء ما حدث خلال مجريات هذه البطولة. على اليمين الآن لصالح فريق تشابي كوينسي. عامة أيضا نتذكر كأس العالم للشباب في 95، أيضا شنغهاي من الصين أو شنغهاي جرين. رجاء البيضاوي المغربي، رياض أدبو جاجون يعيدها مرة ثانية وسط أرضية الملعب. كنت أقول بأنه الكابتن سعيد شيبة الذي ضم اللاعب الكرواتي أليلوفيتش قبل أن يغادروا إلى نادي سبورتي خيخون. الآن طبعا أليلوفيتش انتقل قبل أيام قليلة من نادي هامبورغ الألماني. ويليام إنريكي دا سيلفا وبرونو دا سيلفا كوستا، والمدرب هو البرازيلي أغنالدو بيريرا. أحسن منها لا يمكن أن يرتقي عليها بالتأكيد، حتى حارس المرمى إمام مبصير، حتى كل اللاعبين الموجودين سواء كلاعبين أساسيين أو في دكة البدلاء عليهم محاولة جني الاستفادة القصوى من مثل هذه البطولات. كرة خطيرة، يا سلام يا سلام، ما تزال الكرة في اللعب على اليمين لصالح، والتصويب، يا سلام يا سلام، حارس المرمى يطير والكرة ما تزال يطير.